حضراتكم مرة أخرى. كل الشكر للكابتن ايمن شوقي، وكل التحيه لكل مشاهدينا مشاهده ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان، من هنا من النيجر وبالتحديد العاصمه نيامي، مقر اقامه بعثه فريق النادي الاهلي واخر استعدادات النادي الاهلي لبطوله دوري ابطال افريقيا، البطوله رقم 11. طبعا النادي الاهلي بيحمل اللقب البطوله في اخر نسختين، النهارده بيستهل مشواره في دور ال 32 في مباراه الذهاب لمواجهه فريق الحرس الوطني بطل النيجر. بالامس كان المران الاخير لفريق النادي الاهلي على استاد الجنرال سيني كونيتشي، الاستاد اللي بيتسع ل 35,000 متفرج. هو نسبيا يا كابتن ايمن يعني ارضيه الملعب افضل بكتير من العام الماضي، احنا طبعا لعبنا المباراه الموسم الماضي في بدايه المشوار امام فريق سونوديب على نفس الملعب، لكن ارض الملعب اتحسنت بشكل كبير عن الموسم الماضي، لكن لم تلقى استحسان طبعا افراد الجهاز الفني، نظرا يعني وجود بعض المطبات في ارض الملعب. طالب الكابتن سعد عبد الحفيظ ومستر بيتس موسيماني من العاملين ان هم يعالجوا هذا الامر قبل المباراه. طبعا المباراه الملعب او الاستاد كان استضاف مؤخرا لقاء النيجر والجزائر في التصفيات الافريقيه المؤهله لكاس العالم. طبعا المران امبارح شفنا حاله من الجديه، حاله من التركيز من لاعبي النادي الاهلي مستر بيتس موسيماني والدوافع اللي بيحاول يخلقها مع اللاعبين، تجديد الدوافع ان انا اخد البطوله ان شاء الله يكون امر مهم جدا ان انا احقق البطوله للمره الثالثه على التوالي، مرتين النادي الاهلي طبعا حامل البطوله في اخر نسختين. مستر بيتسو موسيماني اتكلم على اللاعبين، الكابتن سيد عبد الحفيظ اتكلم مع اللاعبين على تجديد الدوافع الجديه والتركيز اللي عند اللاعبين، ايضا الدور كبير جدا اللي بيقوم بيه كباتن النادي الاهلي سواء وليد سليمان سواء ايمن اشرف رامي ربيعه مع اللاعبين، وان هو يجددوا الدوافع للاعبين. واضح مستر بيتسو موسيماني كان بيحاول ان هو يجرب يلعب بثلاث لاعبين في منتصف الملعب، يعني في هذا اللقاء كلها من الامور اللي قدر ان هو يشتغل عليها في التدريب الاخير. طبعا الاستاد بيتسع ل 35,000 متفرج، ولكن من المقرر هيكون في حضور جماهيري بعد حصول فريق الحرس الوطني على موافقه من الاتحاد الافريقي بحضور 7,500 متفرج هيكونوا موجودين في ارض في استاد الجنرال سيني كونيتشي. زي ما قلنا يعني عقب المران الاخير كان الاجتماع الفني لفريق النادي الاهلي وايضا فريق الحرس الوطني مع مسؤولي الكاف، تم من خلاله تحديد الزي الرسمي اللي هيظهر بيه النادي الاهلي، هيكون بالتيشيرت الاحمر والشورت الاسود، بينما فريق الحرس الوطني هيكون بالزي الابيض. تم طبعا التشديد على كافه الامور طبعا والبروتوكول الطبي الموضوع من قبل الكاف، ايضا بالاجراءات الاحترازيه. النهارده كان يوم فريق النادي الاهلي، تناول اللاعبون وجبه الافطار في تمام الساعه 9:30 صباحا، ثم كانت المحاضره الفنيه لمستر بيتس موسيماني في تمام الساعه 12:30، ثم وجبه الغداء في تمام الساعه 1. يعني خلال اللحظات هيكون التحرك الى ملعب الجنرال سيني كونيتشي اللي بيبعد عن مقر اقامه فريق النادي الاهلي ب 10 دقائق، ودور كبير جدا من الكابتن سمير عدلي والكابتن سعد عبد الحفيظ في اختيار احد الفنادق القريبه سواء من ملعب المباراه او من فندق او من مطار ديوري هماني. تركيز موجود ايضا موجود من افراد السفاره المصريه، معالي السفير نبيل مكي سفير جمهوريه مصر العربيه لدى النيجر، وقايم بدور كبير جدا مع بعثه فريق النادي الاهلي. طبعا اتصالات مستمره من الكابتن محمود الخطيب مع الكابتن سيد عبد الحفيظ لمتابعه كافه الامور. ان شاء الله يا كابتن ايمن يكون يوم مميز ويوم موفق لفريق النادي الاهلي، ونقدر نستهل مشوارنا نحو البطوله 11 ان شاء الله من هنا من النيجر. من جديد تعود الكلمه للكابتن ايمن شوقي. شكرا جزيلا للزميل العزيز فاروق صلاح. طبعا طمنا على